خير عليكم ومرحبا بكم في ولا شان يوتيوب لابيل اسيت دي زيت الطبخ مع ليلى اسهل. راني معكم اليوم باش نديرو لا وصفه تاع اغرو مقورا مثقبه. لا وصفه بدتها لي حبيبتي لا وصفه تاع امها ربي يحفظها ويعطيها الصحه. لا وصفه فريمون يعني سهله وبنينه بزاف. ما دومونديش يعني مكونات بزاف ومليحه تساعدكم دراري سورتو يحبوا عم قاعدين في الدار يعني نديرو لهم هكذا دي غوسات سهلين باش يشربوا بهم القهوه ولا فوق الكوتي. واش عندي لهنا؟ هنا عندي 3 كيلات سميد كيما راكم تشوفوا فيها، كيلت بهذا البول ديالي راكم تشوفوا فيه. يعني خذوا كيلو باش حبيتوا. وشنو السميد؟ يلزم البول ديالكم يكون يعني معمر مقبب بيان كوم الفو، والزيت كيما راكم تشوفوا فيها. كيفاش هنا في الزيت ديالي عندي خليط، درت زيت الزيتون وزيت نورمال. هنا انا كانت عندي زيت الزيتون قاصحه شويه، يعني كنت زدت لها زيت سونغو باش يعني باش تنقص لها تاديت شويه في الغو. واش راح ندير هنا؟ راح ندير كميه تاع الملح تقريبا. انا بهذا البول ديالي كبير، نقولوا تقريبا واحد المغرف تاع مغرف كبيره تاع الملح وصغير يعني سلون لوغو. هي اصلا تجي شويه مالحه باش تجي بنينه. راح ندير الملح ديالي بوغ الدقيق اللي استعملته فوالا باش ما هاوليك راني مازال ما رميتش. استعملت هاد الدقيق ماما المويا فوالا متوسط هاوليك الدقيق اللي خدمت به، دونك لا سمول مويان. راح ندير الزيت ديالي وراح نبدا نبسس في الدقيق ديالي. راح نخلطه مليح وباش من بعد راح نبدا نطم الدقيق ديالي بالماء. هنا كيما راكم تشوفوا ابخي ما خلطت يعني بيان الدقيق ديالي راح نبدا نزيد الماء. واش راح ندير؟ راح نحكم ان بول هكذايا، راح نحي منه هكذا حفنه تقريبا تاع الدقيق هذاك اللي راه فيه الزيت. وراح نبدا نطم في الدقيق ديالي. راح نكيلكم ناخذ الكيله ديالي، راح ندير هي تقريبا راح تاخذ لي واحد الكيله ونص تاع الماء. وصاديبو يعني كل دقيق وكيفاش، ما راحش نزيد الكميه كامل على ضربه، راح نزيد بالعقل ونطم الدقيق ديالي بالعقل. هنايا يلزم تعرفوا باللي الدقيق هذايا ما يلزمش نعجنو يعني باش ما تجيش من بعد ما عجنا المثقبه ديالي، يلزم برك نطموه بالماء يعني حتى يشد روحو كومبليتمون. هنا كيما راكم تشوفوا راني طميت الدقيق ديالي هاوليك، يعني طميتو بلا ما عجنتو، ديت يعني تقريبا هاو النص شحال قعد لي منو. دونك ان بول ميزور اون ميزور واحد الانكار دو ميزور. وكيما قلت لكم زيدوا الماء بالعقل حتى يعني تتمكنوا وطموا العجينه ديالكم. انا راح نديرهم يعني بزوج اشكال مختلفه. الشكل الاول راح نديرو يعني على مثقبه نديرها كشغل مثلثات هاوليك. الاول ناخذ شويه من هذاك الدقيق ديالي راح نفرشو من تحت هكذا، وراح نزيد ندير شويه هكذا فوق الدقيق ديالي. راح نبدا نحلها هكذا و ميم طون راح نعبض عليها بيديا. السمك ديالها يكون تقريبا تاع نغلقها هنا مليح على الكوتي باش نحيو هذوك التشققات ونحلها. كما قلت لكم السمك ديالها راح يكون فيه تقريبا، ندني لكم باش تشوفوا مليح، السمك ديالها راح يكون تقريبا 1.5 سنتيمتر يعني 1 سنتيمتر ونصف. فوالا هذه يعني الدراري يحبوها بزاف للقهوه.
يعني سهله وما تطلبش يعني مكونات بزاف اللي ما عندهاش الزيت. هاي تقدر تذوب شويه سمن ولا ديرها بالزيت اللي متوفره عندها. فوالا لازم تكون سمك واحد. فوالا هنا رققتها شويه، راح نعاود نخشنها ونعبز عليها هنا في الكوتي باش نحيل هذوك التشققات. راح نجيب موس فوالا، راح نبدا نقطع، راح نقطعها على 8 هذه الاولى، وراح ندير شكل واحد اخر تاع مقرطات. راح نبدا نحكم بالوحده هاي ليك كيما راكم تشوفوا فيها. ها هو السمك باش باغاو يبان لكم. راح نبدا نسقمها هي تان من لي كوتي ديالها. تشوف هنا في الاطراف راح نزيد لها شويه تاع الدقيق، نحطها على الكوتي وفي وقت الطهي نكمل لا كونتيتي اللي عندي هنا ونحطهم كامل على ضربه. وفي وقت الطهي راح نوري لكم واحد لاستيس يعني باش تجيكم بيا محمره وتجي يعني شابه. نجيو هادو راني كملتهم حطيتهم لهنايا، اذا عندكم شي واحد يعاونكم نتوما تقطعوا والاخر يطيب، واذا ما عندكمش كملوا قطعوا ومن بعد طيبوهم على مره. فوالا نجيو للثانيه، راح ندير تقريبا نفس الشيء طاردون، يعني هنا نسيت باش ندير شويه من تحت هكذا وشويه تان من الفوق. فوالا نجيبها راح نحطها نزيد كيما قلت لكم من الفوق على الجوانب. ومن بعد نبدا نحل بالعقل. هنا راني حليتها هكذا كيما راكم تشوفوا، راح نبدا ونجي نقطعها. فوالا هاي نتوما يعني والسمك اللي حبيتوه. فوالا هذا باش نسقمها شويه. فوالا يعني ما تما هناك با اوبليجي تنحيو هاد لي شوت، انا نحيتهم. فوالا ونجي نقطعها هكذا. نحكم بالوحده هلا، راح نسقمها كيما راكم تشوفوا هنا. هذه تان هاو السمك ديالها، راح نعبزها مليح نسقمها في لي كوتي. وهي تان راح نحط شويه تاع الدقيق هنا وراح فوالا راح ندير لها في لي كوتي. فوالا هي تان راح شوفوا يعني في لي كوتي هنا تان راني غطيتها كامل بهداك السميد. راح نحطها نكمل لا كونتيتي اللي عندي، ولا بالك نبدا نطيب شويه ونجيو فيغ يا ميزور نوجد شويه منايا. راح نحط طاجين ديالي سخن، النار تكون متوسطة، ونبدا نوري لكم يعني لاستيوس الاخرى اللي لازم ديروها في الطاجين ديالكم باش تقدروا
طيبوا فيها المتقبة ديالكم وتجيكم حمراء وشابة. بسم الله، راح نبداو نطيبوا المتقبة ديالنا. الحاجة الأولى اللي نديرها هي أنه ندردر شوية ملح هكذا في طاجين ديالي، هو اللي راح يعطينا لون شباب، يعطينا لون شباب يعني في التحميرة ديال المتقبة ديالنا. راح نسخن طاجين ديالي مليح، يعني النار تكون متوسطة، ونحط المتقبة ديالي باش نطيبها من الجهة الأولى. هاد العملية تاع الملح راح نعاودها في كل مرة، يعني نطيب لها هاد لابارتي ومن بعد نقي المقلة ديالي من هداك الدقيق اللي يطيح، ونزيد نعاود ندير الملح، نبوجيها هكذا دو طون زون طون باش اللون ديالها كيما راكم تشوفوا يجي مليح. يلزم نبوجيوها هكذا شوية، ما نخلوهاش طيب بلا ما نبوجيوها. راح نطيبها من الجهة الأولى ونزيد نطيبها من الجهة الثانية، وكي نكمل نطيبهم راح نطيبها تاني على نوقفها هكذا ونطيبها على الجوانب الأربعة باش تتحمر وتدينا تاني لون شباب. التقبة ديالي هاي اللي كيما راكم تشوفوا فيها راهي واجدة عروما فوران فوالا. حبيت نقول لكم بلي الوصفة بزاف بزاف بنينة، انا نطيب وولادي ياكلوا فريمون فريمون. عجبتهم بزاف، انا دقتها ببخي برك، يعني ما كنت نطيب ما كفانيش الوقت، مي دوك نكمل لا فيديو هادي وانا راح نقعد نستغلها بيان كومي فو. جات هايله 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 فريمون، على بالي اللي راح يسيها سورتو لي مالفين، يعني ما يعرفش هاد ما يعرفش هاد لا غوسيت ماشي مالفي يديرها، على بالي اللي راح يسيها راح تعجبو بزاف. هنا حطيتها مع شويه زيت الزيتون كيما راكم تشوفوا فيها، التحمار ديالها هايليك فوالا، شوفوا يعني جات محمرة من الجهتين هايليك، والبنة بزاف بزاف بنينة، على بالي راح تعجبكم. جات طرية بزاف، ها شوفوا أبان نعبز عليها تنقسم وحدها، يعني مبسة بيان بيان من الداخل. إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تسيوها. Voilà, voilà, c'était la recette d'Yannette Alium. Et à bientôt, Inch'Allah, pour une autre recette. Où y a-t-il comme ça, hein?